طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نيرسات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. طبعا اليوم صباح اليوم الجمعة أعلنت السلطات الحكومية تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس من دون أن توضح أي تفاصيل أخرى طبعا، لكن بيانا آخر لوزارة الداخلية صدر لاحقا قال بأن تحرير المختطفة تم بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإشراف مباشر لوزير الداخلية عثمان الغانمي، وأشار إلى أن تحرير المختطفة تم في منطقة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد. وكالة فرانس بريس كشفت عن تفاصيل عملية الإفراج عن الناشطة الألمانية هيلا ميفيس والتي اختطفت في بغداد قبل 3 أيام. أوضحت الوكالة نقلا عن مصدر أمني بأنه تم اعتقال أحد المشاركين في عملية الخطف بعد متابعته بكاميرات المراقبة، وتبين بأنه ينتمي لميليشيات الحشد الموالية لإيران. وأضاف المصدر وفقا لوكالة فرانس بريس بأنه تم التوصل إلى تسوية لتجنب المصادمة، تم بموجبها إطلاق سراح الشخص المعتقل مقابل الإفراج عن الرهينة الألمانية المختطفة. الناطق باسم رئيس الحكومة الحالية اللواء يحيى رسول قال بأن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس من خاطفيها دون أن يذكر المزيد من التفاصيل حول عملية تحرير الناشطة الألمانية التي اختطفت قبل 3 أيام في العاصمة بغداد. مصدر حكومي كشف بأن الحكومة الحالية تعتقد بأن ميليشيا حزب الله متورطة في عملية اختطاف الناشطة الألمانية في بغداد هيلا ميفيس، وأشار المصدر إلى أن الميليشيا نفت الاتهام بقيامها بأي دور في الحادثة عقب وساطة قام بها رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض. وأضاف بأن المحققين يعتقدون بأن ميليشيا حزب الله اللبناني متورطة أيضا في هذه العملية. يشار إلى أن ميليشيا حزب الله في العراق كانت قد اتهمت من سمتهم بعصابات الكاظمي بعملية اختطاف الناشطة الألمانية في بغداد. طبعا أثار إعلان الحكومة اليوم عن تحرير الناشطة الألمانية والتي تم اختطافها من قبل ميليشيا مسلحة مساء الاثنين الماضي من وسط العاصمة العراقية بغداد أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب التكتم الحكومي عن الجهة التي تقف وراء عملية الخطف، وسط ترجيحات بأن الجهة الخاطفة هي ميليشيات نافذة سياسيا، فيما دعا مسؤولون وناشطون الحكومة إلى متابعة ملف آلاف المغيبين العراقيين الذين تم اختطافهم قبل سنوات عدة والكشف عن مصيرهم والجهات الخاطفة. وحتى الساعة لا تفاصيل محددة حول ملابسات تحرير المواطنة الألمانية المختطفة، لكن مصادر سياسية في بغداد تحدثت لصحيفة العربي الجديد بأنه لا تبدو عملية التحرير بل إطلاق سراح من قبل الجهة الخاطفة، وفقا لنفس المصدر بأن المختطفة الألمانية موجودة حاليا في مبنى السفارة الألمانية ببغداد وقد تغادر إلى بلادها بالساعات المقبلة، لافتا إلى أن المؤشرات بالإجمال تؤكد بأن الجهة الخاطفة هي ميليشيات نافذة في بغداد، وهناك ترقب لما ستقوم بالإدلاء به الناشطة الألمانية عن معلومات بعد وصولها إلى بلادها. طبعا مغردون عراقيون علقوا على خبر الإفراج عن الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي تم اختطافها كما قلنا قبل 3 أيام، وتساءلوا عن مصير آلاف المختطفين العراقيين. المغردون قالوا على تويتر على فيسبوك بأن الحكومة الحالية تمتلك القدرة إذن على كشف مكان رهينة أجنبية واحدة
وسط هذه الفوضى وإطلاق سراحها، بينما لا تستطيع كشف مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين والإفصاح عن الجهة الخاطفة. طبعا الحكومات المتعاقبة لم تتابع ملف المختطفين كما التزمت السلطة القضائية في العراق جانب الصمت إزاء هذا الملف الإنساني في وقت لا توجد فيه أي تحقيقات لكشف ملابساته. طبعا يمكن القول في حال ثبت بأن ميليشيا حزب الله هي من اختطفت الناشطة الألمانية في بغداد هو رد على قرار ألمانيا في أبريل الماضي، حيث أعلنت ألمانيا عن حظر مجمل أنشطة ميليشيا حزب الله في لبنان المدعومة من إيران على أراضيها، وصنفتها كمنظمة إرهابية. في وقتها داهمت الشرطة الألمانية 4 جمعيات في مدن ألمانية من ضمنها العاصمة برلين تعتقد بأنها مقربة من ميليشيا حزب الله، ويقدر مسؤولون أمنيون ألمان بأن ما يصل إلى 1050 شخص في ألمانيا هم أعضاء في ميليشيا حزب الله، من بينهم 250 في العاصمة برلين. يشار إلى أن الحكومة الألمانية ظلت لفترة طويلة يعني تفرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وترفض الجناح العسكري وتصنفه كمنظمة إرهابية، ولكن في أبريل كما قلنا بأنه تم تصنيف ميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية. الاتحاد الأوروبي بعام 2013 وضع الجناح العسكري لميليشيا حزب الله في قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. فيبدو أنه هذا رد على قرار الحكومة الألمانية باختطاف الناشطة الألمانية وإطلاق سراحها اليوم. نعم، معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله أهلا وسهلا بك، حياك الله محمد، الله يحفظ خلالكم إن شاء الله، والله يحفظ حراك. نعم، يعني هاي الألمانيين قلب الدنيا عليها. نعم، لا لا لا، إحنا وين أولادنا؟ نعم، وين أولادنا بالتضاهرين قتلة، وين هذا أسامة الهاشمي والمختطفين والمتظاهرين، يعني 30,000 قتيل و7,000 جريح، كل هذا الحكومة ما حكت عليه، بس عليهم بهاي هاي الألمانية. يعني احنا وين حقوقنا 17 سنة؟ لا كهرباء لا مي، قتل وتهجير العراق من وليد الوليد يا استاذ محمد. يعني هذول بس حكوا على هاي الألمانية. يعني احنا وين حقوقنا؟ وين حقوق شبابنا يضحوا من وليد الوليد يوم يظاهرون يقتلون ونشطانا؟ وين هذا هاشم الشامي يوم التحقيق كل كذي؟ بس التحقيق صار على هاي الألمانية. يعني هي حكومتنا بس صارت على الألمانية، وحقوق البشر العراقي الشريف القتلى بالشوارع، يعني طرقات براسهم وفخاخات براسهم، ما حد ما يحاسبهم. نعم، نعرف الله يعيش حكومة، نعرف الله يعلى من الشاب. نعم أبو زكريا، أبو زكريا من كركوك كان معنا. بالفعل هو هذا التساؤل، إذا كان مثل ما جاء في البيان الحكومي بأنه رئيس الحكومة ووزير الدفاع والداخلية تابعوا قضية الناشطة الألمانية المختطفة واللي اليوم تم إطلاق سراحها وتحريرها كما قالوا، معقولة هذه العمليات اللي تصير في الآونة الأخيرة وفي السنوات الماضية من عمليات خطف واغتيال، وينهم؟ ليش الحكومة ولا مرة استطاعت إنه يعني تلقي القبض على من اغتال، من خطف من الميليشيات؟ هذا تساؤل اليوم طرحه أغلب العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. معنا اتصال أبو زينب. أبو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه عملية الاختطاف، نعم، هي رسالة واضحة جدا إلى الحكومة العراقية من الميليشيات، وبالذات إلى مصطفى الكاظمي.
يريدون أن يقولوا له نحن لنا اليد الطولة في العراق في الأمن والسلامة وعدم الأمن والإرهاب وغيرها، كما سبق وأن حذروه، وخاصة أن هذه المختطفة الألمانية يعني أولا أجنبية، ثانيا ناشطة إنسانية وعالمية وصحفية، ثالثا وهو الأهم في منطقة محصنة أمنيا، فكيف تم اختراق هذه المنطقة وهي تعوج وتبوج بالقوات الأمنية من شرطة وجيش ورجال أمن؟ هذه رسالة للكاظمي بأنه أنت ما تقدر السيطرة علينا وإحنا نلعب ما نلعب بالبلد، فتمشي كما نحن نقول لك وإلا فأنت تطلع خارج حدود التغطية. بعدين بالنسبة إلى المواضيع الأخرى اللي تمس الشارع العراقي وخاصة الخدمات وبالذات الكهرباء، يعني صبوا جام غضبهم على المحافظات الوسطى والجنوبية بالذات بالجنوب، يعني صور البارحة احنا بالنجف 6 ساعات ونص قطع وجابوا لنا اياه نص ساعة تخلص من الكهرباء انه بيجوك المي، ايضا قطع، يعني انا في حي الان صار يومين ما عندنا قطرة مي. نعم بالله يعني مي ماكو، كهرباء ماكو، والمي تجي المي كله ملح كله طين كله سبيروجيرا، يعني لو اكو جماعة انا اقول لك اكو شغلة بالنسبة لاعلام المحافظات يعني مراسليكم بالمحافظات بالذات في محافظة النجف، بالذات في محافظة النجف اي واحد منهم يصير اي حدث اي كذا اي مظاهرة ضد المحافظ كذا او اي جهة حكومية حاكمة او حزب تشفر ما يقدر يبسها. يا بليش يقول راسا يستدعونه ويعتقلونه ويصادون الكاميرا ويسدون المكتب مال القناة اللي ننتمي لها، يعني بين قوسين يقطعون رزقنا. فمو كل اعلام يوصل لك، اللي يوصل لك اغلب شيء هو عن طريق الموبايلات، واحنا نريد نقول يعني هذول ما وصلت لهم الرسالة، ما افتحوا على انفسهم 17 سنة كل شيء ما حصلوا، يطلع ذاك اليوم واحد مسؤول بالكهرباء النيابية ما اعرف يسموها، بالله عليك يقول صرفنا 65 مليار دولار من 2003 الى الان على الكهرباء، بينما 3 شركات عملاقة في مصر سوتها او جاي يسويها شركة سيمنز الألمانية، مو فقط تغطي الحاجة المصرية وانما تفيض للتصدير، اعظم 3 شركات لإنتاج الكهرباء بالشرق الأوسط كل كلفتها 7 مليارات دولار، 7 مليارات دولار وين، و65 مليار دولار وبدون طائل وين. الحال بيد الشعب، بس الشعب خانع ياهو يجي دمه بي، وهذا ما يفيد، شعب جبان جايف ما يستحق الحياة. لا أبو زينب أنا أشكرك أبو زينب النجف، لا مو لهالدرجة، تدري أنت الظلم اللي واقع على العراق بسبب الاحتلال والغزو وفرض القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنظومة السياسية ودعم هذه المنظومة السياسية الفاسدة، يعني هذا أمر مو هين، ولو كان ماكو دعم لهذه المنظومة السياسية لكان تغير الوضع. معنا اتصال حامد من السماوة، تفضل حامد. هذه الألمانية هي هذه الميليشيات المتنوعة الأشكال هي اللي وراءها الاختطاف، هذه الساحة الألمانية وكل السياح الآخرين الأجانب بالتراخم على يد هذه الميليشيا المستكبرة والمجتمع، لكنه ليس السياح وحدهم، ولكن حتى العراقيين أخي رحلتهم هي هذه الميليشيات هذه والجيش الحكومي ليس بريئا من عمليات الاختطاف. يا أخي والله العظيم كل هذه القوة اللي نصبتها أمريكا وإيران هي تقوم بهذه الأدوار خدمة الاحتلال الأمريكي والإيراني، يا رب بس والله ما حتقبع لهم مهما اعتقبوها من معاشي بحق الناس، كل الناس يعني هذول أبلوا بالمصائب وأبلوا بالجرائم وبشكل كبير يعني. إيه والله
اخي حامد، اخي حامد، اذا الحكومه بثلاث ايام قدرت تطلق سراحها وتحرر هذه المواطنه الالمانيه اللي تم اختطافها في بغداد، زين الناشطين اللي تم اختطافهم مثل علي جاسب وغيره من الناشطين في ثوره تشرين وقبلها الاف المغيبين والمختطفين اللي اهاليتهم اليوم يقول لك عمي بس نريد نعرف طيبين ميتين دلونا على قبورهم حتى نروح ندفنهم، وين هالحكومة عن العراقيين؟ أخونا لا تحسب هناك حكومة، رحم الله على أمك وأبوك، لا تحسب هناك حكومة، صدق بالله أخونا هاي فتاة مجرمين، هذول اللي جابتهم ونصرتهم أمريكا منذ اللحظة الأولى، منذ الاحتلال من حقنا، لولا ما عندك أنت حكومة، حتى هاي الحكومة اللي تتوحد الناس أول مرة، هي حكومة مصر الكاظمي، وين الوعود اللي وعدها للناس؟ وين؟ ما كان الفساد مستشري وعلى يد قواته هو ما حدث الطامين عظمي طلع الطامين يعني اتشكموا لها المجرائم هذه هو اعتقال الناس ودفن الناس دون الاعتقالات نعم والقبل امريكا في الصغر والقبل في مناطق اخرى يعني اخوة هاي تصرحت لحد ينبع عليها هم يوعدون وهم يصرحون وبالتالي يكذبون نعم. أنا هم وعد هؤلاء تلك الحكومات وتلك الأحزاب الباكرة خدمة الكاتب خدمة للاحتلال الأمريكي والإيراني إي والله أنا أشكرك أخي حامد من السماوة كان معنا. طبعا اليوم المتحدث باسم جبهة الإنقاذ والتنمية عبد الكريم عطان أكد في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن الجهة التي اختطفت الناشطة الألمانية هي الجهة ذاتها التي اختطفت وغيبت آلاف العراقيين من المناطق الغربية وحزام بغداد وغيرها. انتقد التكتم الحكومي عن الجهة التي كانت وراء حادثة الاختطاف ما يجعل مسلسل الخطف والجريمة كما قال المنتظمة مستمرا لأن الجهات الخاطفة أمنت من العقاب. حمل الحكومة مسؤولية مصير آلاف المختطفين المغيبين والذين لم يكشف عن مصيرهم لغاية الآن، إذا أن كشف الجريمة والجهة التي تقف وراءها هو جزء من القضاء على الإجرام، وبأن التستر على الجريمة يمنح المجرمين فرص استمرار إجرامهم. أشار إلى أن ملف الاختفاء القسري هو قضية عصابات منظمة ترتيب وعمل شبكاتي وهي قضية أمن دولة ويجب وضع حد لها. كشف الجهات المسؤولة عنها كذلك وانتقد ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي استمرار التجاهل الحكومي لملف آلاف المغيبين العراقيين. طبعا معروف العراق على مدى السنوات السابقة وخاصة الأخيرة الأربع خمس سنوات الأخيرة شهدت أعمال خطف طالت الآلاف من أبناء عدد من المحافظات منها الأنبار صلاح الدين موصل بغداد ديالى كركوك شمال بابل بدوافع سياسية وطائفية، وكشفت تحقيقات أولية عن تورط ميليشيات مرتبطة بالحشد الشعبي بغالبيتها، لكن الملف تمت تسويته وأغلق التحقيق به وتزايدت أعداد المختطفين بعد اختطاف واعتقال العشرات من المتظاهرين والناشطين المدنيين خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدها العراق خلال الأشهر الماضية. نعم معنا اتصال أبو عمار من بغداد، تفضل أبو عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية للرافدين. يا هلا بك. وكادر الرافدين وكل المشاهدين. أهلا وسهلا بك. أخي إحنا هسه الحكومة ما عندنا حكومة. حكومة صم بكم أمي فهم لا يتكلمون. نعم ما ملتهين بس بالكراسي وبنفسهم وتركيب الشعب والشعب الرصاصي الله يرحمه قال نعم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. ايش وقت يصحى هذا الشعب ويثور على هذه الزمرة الفاسدة
كلها فساد فساد ومنتهين بس ال... نعم نعم ابو ما عمار ما منتهين ما منتهين بالشعب ولا مهتمين به، منتهين بالكراسي وهم صايرين خدم الى ايران. مكيفين ساحبين كهرباء من ايران، والكهرباء بس لهم طبعا، هذه بس لهم، وصافين ملايين مليارات تاخذ من عندهم، تاخذ من عندهم مليارات في جيوب الفاسدين. نعم. وتحية لك. حياك الله، أنا أشكرك أبو عمار من بغداد كان معنا. طبعا من التناقضات في سياسة الحكومات المتعاقبة التي دائما ما تتحدث عن المظلومية وعن المقابر الجماعية في عهد النظام السابق، لكن بالمقابل تجد بأنها منظومة قتلت وخطفت وأسست كذلك لمقابر جماعية في مناطق في العراق، منها قرب الفلوجة وغيرها من المناطق، بل وتكذب بأنه لا وجود لهذا الأمر. يعني إحنا نتعامل مع حكومات ارتكبت جرائم حرب وبنفس الوقت تدعي بأنها جاءت لتخليص الشعب العراقي من الظلم. معنا اتصال أبو محمد من الأنبار. تفضل أبو محمد. تفضل أبو محمد، تسمعني؟ إذا تسمعني نعم نعم نصينا نعم. التلفزيون للأخير وتفضل تكلم على راحتك. إيه. نعم. ألو. يا عيني تفضل. الله الله يساعدك عيني عمر. الله يسلمك عيني ويحفظك. الله يسلمك ويخليك، تفضل. عيني عمر. نعم. بالنسبة الحمد لله والشكر أطلقوا سراح العمانية. عار عليهم وعارف ما يكشفون المختطف وهم يمهم وسطهم، ها؟ واحنا عندنا المختطفين الباقين اللي هم من 250 الى مليون. نعم. هذول وينهم؟ هسه هم ضل عندهم حجه، ما يقولك وينهم؟ وينهم؟ هذا الكاظمي، هذا الكاظمي مع شان وربعها مثل ما يمشي بالضبط، مسيئ التسيير، ما عنده شخصية ولا عنده أبدا ولا عنده أي شيء. هذا مسيئ التسيير من إيران، أين هي إيران؟ أول والميليشيات تختطف، والبارحة المنفذ الحدودي يسوونه. عمي هذول يا حكومة يا 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 أصحاب، ما تقول لي نعم ماكو. يعني السياسة الطائفية واضحة جدا بسياسات الحكومات المتعاقبة بهذا الموضوع، موضوع إن كان بالاعتقال والتنكيل والتعذيب أو بكشف الملفات عن هؤلاء. ما عندي أي هاي ما أقدر يقربوني. مستحيل. ليش ما يقدر يقربون؟ لأنه يعني هم سيدهم هو اللي جسمه، هو اللي قاعد يختطف، هم ما يقدرون يقربون يم هذني. هاي حكومة؟ مو حكومة، هذول ناس جايين والله جايين من الشوارع، جايينهم لقط لقطهم، جايينهم من الشوارع حاطين. هو هذا وجه رئيس حكومة، رئيس وزراء. نعم. أنا هم أريد أسألك أبو محمد، تدري أنت مناطق الأنبار وذكرنا بها أبو زينب النجف هم عندهم أزمة. أريد أسألك على موضوع المي المقطوع، صار لأيام عديدة بمناطق الأنبار، شنو القضية؟ يا مي بالفلوجة اليوم مثلا ما بيها مي، مقطوع المي عليها، لو منطقتكم بيها مي ماكو، هاي إشعالات خاصة غير إشعالة المي. نعم. ولا جسمك، لا إشعالة المي ماكو، هذا ما يشغلون، هذا ماكو كهرباء، يشغلون على كهرباء غير، ماكو كهرباء. كهرباء تجي ساعة وتنطفي ساعة، تجي ربع ساعة وتنطفي ساعة، نفس الشيء.
شلون مصيبه أيه. الله يعين احنا الله وكيلك انا توهجت حتى لما نعم الله يعينكم ليه. الله يعينكم الله يعينكم الله وكيلك وانت انا واحنا فرحان بخبرك نعم أنا أشكرك أبو محمد من الأنبار كان معنا طبعاً أنا سألت أبو محمد لأن مو بس محافظة الأنبار يعني اليوم قبل شوية أبو زينب كذلك قال وهو من النجف قال لك ما عندنا مي تسألهم الجماعة المسؤولين يقول لك والله مكهرباء ماكو يا بليش كهرباء ماكو موعدكم مولدات التوب دوائركم يقول لك والله ما دا نستلم غاز وزارة النفط ما دا تعطينا الحصص يعني وكأنه أنت ما دا تعامل بالفعل مع مع مؤسسة أو حتى لو كانت شركة لو كانت شركة مو لها الدرجة أو حتى لو كان شخص واحد يعني الناس صار لها أيام بل أسابيع بقضية إنه مي ماكو ده يأخذون المي من يشترون سيارات توزع مي بالمناطق ويقول لك مي ماكو لأن والله كهرباء ماكو يا بليش ماكو كهرباء لأن والله ماكو غاز حتى نشغل به المولدات بالإسالة وتجد مثلا على سبيل المثال بالفلوجة أنه شط الفرات نهر الفرات يفوت بصف المدينة وهي نص المدينة يعني حتى يمكن إذا يسوي لهم على يفتحوا لهم مثل قبل 200-300 سنة هم يوصل المي للناس بالطرق القديمة يعني بالطرق التقليدية الجماعة احنا 2020 والمي ما يوصل إلى البيوت ويحكوا لك احنا عندنا دولة وعندنا حكومة وهذه المآسي صار لها 17 سنة يعني ما معقولة يوصل الحال الى انه المي بعد ما يوصل الى البيوت يعني قابل احنا منطقة جبلية مثلا العراق ما شاء الله شو كله على مستوى واحد فهذا يوضح ويؤكد الفشل للحكومات المتعاقبة ومثل ما قال أحد الأخوة المتصلين قال لك ذولا مو حكومة ذولا ناس جايين أبو عمار من بغداد قال لك ذولا ناس جايين حتى يحصلون المناصب ويحصلون فلوس من العراق مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم مشاهدينا الكرام نلوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين طبعا تسجيل مصور هو سابق تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتم حذفه ليعود مؤخرا الى مواقع التواصل الاجتماعي مجموعه كبيره من المعتقلين المغيبين من اهالي احدى قرى جزيره تكريت بمحافظه صلاح الدين مثل ما راح نشوف الان بالشاشه واحنا نسولف ناشطون قالوا بان التسجيل تم حذفه سابقا من قبل ناشره بعد اختفاء المعتقلين ليعود نشره مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن الإفراج عن الناشطة الألمانية المختطفة هيلا ميفيس أظهر يعني أو يظهر كما نشوف عدد كبير من المدنيين من أهالي منطقة جزيرة تكريت الذين تم اعتقالهم بتاريخ 3 آذار عام 2016 ويقدر عددهم بنحو 400 شخص لا يعرف مصيرهم لغاية اليوم عمي مجرمين حولوهم للقضاء وخليه يتحاكمون حتى أهاليتهم يعرفون هل هم وين مسجونين شنو محكوميتهم شنو قضيتهم
كاتليهم طبعا على لسان الناس، انا انقل معاناه الناس، كاتليهم ودافنيهم طبعا ما راح تقدر تطلعوهم لان راح تنفتح عليكم هم، ربما تخافون وعبالكم انه يعني حاشا لله انه الظلم يدوم ابدا، تطلع عليكم مو اليوم باكر. يعني معقوله هذه المئات لان ذيك المانيه اجنبيه تخافون بثلاث ايام طلعتوه اطلقتوا سراحه لان تعرفون ايش راح يصير بيكم وراح تتضررون، وذول العراقيين ولد الخايبه ما تقدرون تحجون وتسولفون وتقولون وينهم؟ ما معقوله، يعني ما معقوله الا انه انت تظن يدوم الظلم. مستحيل مستحيل يدوم الظلم، مو اليوم باكر، مو باكر عقبه، ابدا ابدا. يعني هذا المقطع تم تداوله، هذا مقطع قديم، اليوم الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رجعوه طبعا، والمختطفين من الصقلاوية، جماعة الرزازة، جماعة صلاح الدين، من ديالة، اكو من بغداد، طبعا ليس فقط في السنوات الأخيرة اللي لدخول داعش، لا، اللي تم اعتقالهم في عهد المالكي من قبل قمة جامعة الدول العربية بال 2011 في بغداد، لحد الآن بيهم كثير، مصيرهم غير معروف، مصيرهم غير معروف، وينهم عم الناس؟ تقولهم وينهم؟ يعني أنت جاي تتكلم لي والله أنا أريد أبني دولة مدنية، دولة مواطنة، دولة فدرالية، ومن هذا الإنشاء إلى آخره، وأنت تعامل مواطنينك من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أنت لن تستطيع أن تبني، وما استطاعت الواقع هذا 17 سنة لم تستطيع بناء مدرسة، فكيف تبني بلد مثل العراق بتعدد الإثني والطائفي والديني؟ ما تقدر، لأن أنت عقليتك هاي الطائفية ما تقدر تمشيك صح، ما تقدر، أنت عندك لوثة فكرية ما تقدر تشتغل صح. نعم، معنا اتصال أم أحمد من بغداد، تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا أهلا وسهلا بك، حياك الله. دكتور أردت بالموضوع الحلقة تساؤل، نعم، لماذا الناشطة الألمانية أفرج عنها، نعم، هذه الفترة البسيطة وأبناء تعبنا مغيبين لحد الآن ما حد يعرف عنهم شيء من 2014 المناطق الغربية إلى ثورة تشرين. نعم، الجواب هو أنه السلطة الحاكمة، العصابة الحاكمة هي اللي قامت بخطفهم أو تعرف، نعم، وهي دبرت هذه العمليات الاقتحام والقتل والقمع والخطف والتغيير. لكن مسألة أو قضية الناشطة شوية صار انشقاق بينهم، خلاف حزب عن حزب، نعم، خلاف بين العصابة، ومو عراقية هي ألمانية، تدخلات أي، لأنه دولتها تحالف دولي مثل ما، نعم، ذكرت حضرتك. نعم نعم أم أحمد، انقطع اتصال مع أم أحمد من بغداد. أم مصطفى من ديالة، تفضلي أم مصطفى. أم مصطفى تسمعيني؟ أم مصطفى، فقدنا الاتصال مع أم مصطفى كذلك من ديالة. طبعا اليوم انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك يظهر لحظة اختطاف إمام وخطيب جامع البر الرحيم بمنطقة اليرموك في العاصمة بغداد إلى جهة مجهولة. مصادر صحفية تحدثت، واللي دا يصور قال بأن عملية الاختطاف تبعها الاستيلاء على الجامع من قبل مجموعة مسلحة، قيل بأنها تابعة لمهدي الصميدعي. خلونا نشوف المقطع. اختطاف شيخ جامع البر الرحيم. اختطاف شيخ جامع البر الرحيم. اختطاف شيخ جامع البر الرحيم. اختطاف شيخ جامع البر الرحيم.
اغتطاف شيخ جامع البر الرحيم. ما شاء الله كلها صايره عندها ميليشيات وعصابات تخطف قدام الناس وعادي، لان هي ما شاء الله كلها صايره منظومه، كلها منظومه عصابات وميليشيات. ابو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا بك. تحيه واحترام للمشاهدين والمذاعر. يا اهلا بك. احترام انت مشارك. حبيبي العزيز. نعم. احنا تناقشنا قبل يومين، اليوم حابة اتناقش وياك على في الموضوع. تفضل. اللي هو عمليه اختطاف وعمليه اطلاق سراح المختطف الالماني. نعم. هذه المختطفه يمكن يجوز معلومه عندكم وما عندكم، انا ما اعرف، بس اكو شغله هي الاختطاف اللي صار بعد النقاش الطويل، انه اكو جمره القى القبض عليها في المانيا، وجمرة حزب الله في المانيا. زين. وهذه الجمره اللي القى القبض عليها، فلما اختطفت هذه صار لها يمكن 6 سنوات او 7 أو 8، ما اتذكر اني بالضبط. 7 سنوات صار هي تعمل هنا. نعم. بالضبط. تعمل يعني ناشطة، وتعمل مجال الصحافة أيضا يعني. نعم. المعلومات تقريبا يعني هذا عندي يعني عنها. نعم. المهم فهذا اللي صار بعد ما صار تفاوض المشاريع، يعني لازم أن تدري أنت اليوم السفارة الألمانية أغلقت، عندك معلومة؟ شلون؟ السفارة الألمانية أغلقت. أغلقت؟ نعم. هي موجودة. نعم. بالسفارة الألمانية حاليا. لا هي يعني قصدي كان اكو ناس يجيها مجال يدخلوا لها او يروحوا لها او فيها، بس حاليا يعني صارت نظام تشوش بها. ليش؟ يعني شلون نظام اغلاق تقريبا؟ المختطفه اللي صارت هذه مختطفه صار مقايض عليهم صراحه الناس الموجودين في المانيا مقابلها. نعم. مو احنا ذكرنا هذا الموضوع. نعم. اخي ابو الحسن. نعم. تدري انت بشهر 4 الحكومة الألمانية أدرجت حزب الله على لائحة الإرهاب، الجناح العسكري والسياسي. كان بس الجناح العسكري. فقلنا إحنا هذا الأمر يبدو بأنه رد على قرار الحكومة الألمانية. نعم. نعم. تفضل. وهذه الشغلة اللي إذا تصيرها حاليا بالاختطاف من خطفه خلي يكون عراقي حرك كردي. يعني ينقل خبر إينا عن إن شاء الله ومن يكون ياك إلى فترة زمنية. بس هذه أكو فيها مقايضة بين الحزبين هذي حتى يرفعون الأمور اللي هي عليها. زين. الحكومة اللي قدرت بثلاث أيام. نعم. تعرف وين مكانها وتقول عن طريق الكاميرات. زين. عمليات. نعم. الاغتيال والخطف بحق الناشطين العراقيين والصحفيين واللي كانوا في ساحات التحرير، إن كان في بغداد أو في المحافظات الجنوبية، معقولة ولا واحد عرفت عديان ميليشيا؟ سيادتك ذكرت ذاك اليوم قبل يومين أو يوم ثلاث أيام بالضبط، ذكرت قلت لي بغداد كلها كانت. نعم. نعم. قلت سيادتك ذكرت قلت لي بغداد كلها كانت. معقولة يا أخي هذه الشغلة بها حوالي 24,000 كاميرا بغداد، بس بغداد. صحيح. كاميرات. صحيح. مو كاميرات يعني اي كاميرا، لا كاميرات يعني عاليه الدقه، ما يعني اكثر من مليار التكلفه مالتها. الرقم مال السياره يطلع لك، الرقم مال السياره يطلع لك، داخل السياره يطلع لك بالضبط. نعم. معرفه. نعم. احنا ليش نغالط نفسنا بهالمواضيع؟ احنا ما نغالط نفسنا، انتم سيادتكم تعرفون هاي الامور، ويعني حتى تتذكرون يعني احنا الان نتابع قناتكم من اول ما فتحت لهذا اليوم. أعرف الأمور اللي تحكون بي واللي كل اللي مصلحة الشعب والبلد ليش يغلقوها؟ لأن مشاكل الدستور تحكون بالصراحة، تحكون بالصدق، تحكون بالأمان، فيبوجون من عندكم. فأخي هل الميليشيات اللي موجودة بالشارع معدة ميليشيات، يعني أنا سألت موضوع أصغر عن العلم، قلت لك 50 حزب، 50 كيان، 50 ميليشيات يعني، والدعم هسه هو الميليشيات اللي تدعم إيران، مو إيران تدعمهم. اللي يشاد العميران اللي يأخذ خيارات الأرض اللي يودلهم إياه. نعم. يعني مصيبة. مصيبة والله. ما بدي يصير يا أخي، إحنا ما نقدر ما نقدر نتناقش عندنا، قلبنا يتعبنا والله، قلبنا يتعبنا. ومن نشوف هالمناظر على الشباب الحلوة مالتنا بتروح والله مع الأسف، يعني مع الأسف
لان اجونا ناس بيخصمون بالبلد عقول ماكو، عقول متخلفه، عقول متخلفه مو ناضجين. يعني هسه من يحكون على البصره ويدومون على البصره والبصره والبصره، يا عمي في البصره انتوا من اللي حكمان؟ حكموها جماعه الغربيه ولا حكموها جماعتكم؟ يلا الحكم بيديكم، انتوا حكمتوها، ليش ما حصنتوها؟ ليش ما سويتوها شيء صحيح؟ هل سعود يعني قمتوا تحصنون ترسمون امورها؟ يا اخي العزيز احنا ما نبغى نناقش، نتعب 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 كلش نتعب. فيعني شلون يعني مو انت اكو حديث دورات انت تحكي حلو بالهدف، تحكي حديث حلو يعني بالهدف تحكي يعني، بس الدول ما حد يقدر يسمعك ويقول لك اي والله صحيح. هو الناس دول الناس يعني الهمج هم اللي يحكمون البلد، الناس المتخلفين بيحكمون البلد، والسلطه بيديهم يسمحون البصره تعال شوف الغرق مالها، تعال شوف اللي بيصير بها، تعال شوف المآسي مالها، ماي ماكو كهرباء ماكو طبعا. ومن حاكم؟ احنا حاكمين لو انتم حاكمين، انتوا حكمتوها، انتوا دمرتوها، انتوا دمرتوا شعبكم، دمرتوا ناسكم، دمرتوا محافظاتكم، دمرتوا الدنيا كلها. نعم. يلا هاي الانبار رجعت، صار لها فتره بسيطه رجعت، بس انتوا اللي تصيرون مثلنا؟ ما يصيرون، ولا يقدرون يصيرون، ولا يفكرون يصيرون. نعم. ولا يفكرون. زين؟ المهم انا اشكركم واشكر شكرا جزيلا لك يا ابو الحسن من بغداد كان معنا. مصطفى من دياله تعاود الاتصال بنا، تفضل يا ام مصطفى. أم مصطفى تسمعيني؟ أم مصطفى نصلي التلفزيون الله يخليك. أم مصطفى آني. أم مصطفى عيني نصلي التلفزيون للعين. نصلي للأخير تفضلي. تفضلي أم مصطفى أسمعك، تفضلي أم مصطفى. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع مصطفى من ديال. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمار؟ الله يا أهلا بك. الله يسلمك. عيالك عيال غناز عيال كادر. يا أهلا بك. الله يسلمك. أستاذ بالنسبة للخطافة الألمانية هذا هو لو كان العراقيين ولا الألمان اللي معهم جنسية ألمانية وأمريكية يخافون منهم، لأن أنتم ليس ما في دولة بالعراق، أنتم عندكم عصابات، والسبب هو ما في حل مع العراق إلا حل واحد هو الشعب أن يثور. أما هذه الحملات لن تترك هذا الأسلوب الإرهابي، وإذا ما ثار الشعب وقضى على هذه العصابات الاختطاف، ونحن شفنا الصور وشفنا الغربية كثير من الصور من التكريت ومن أي واحد ما له مثل دولة طالب مثل الخارج مثل الألمانية. الألمانية يخافون منها لأنهم يعرفونها أبو خمطرة وشلت وهذا الجمر هذا الفايسة. فتحية لك وتحية للشعب العراقي. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. رسالة من أم محمد من الأنبار تقول نطالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالإفراج عن المعتقلين والسجناء الأبرياء، فرح وأهلهم قرب العيد. رسالة أخرى يقول فيها أحد أم محمد كذلك تقول السلام عليكم أخي عمر، نناشدكم أن توصلون صوتنا، ينطون عفو ينقذون أولادنا من هذا الوباء، والله إسلامنا إسلام رحمة وتسامح، فرح الأهالي على العيد. أم كيان من بغداد تقول من خلال قناتكم الكريمة أناشدكم بقرار العفو بخصوص السجناء زوجي بسجن البصرة وخايفة عليه من فيروس كورونا. طبعا مصادر صحفية كشفت اليوم عن عملية استيلاء على أراضي الدولة والمواطنين في مدينة الموصل، ينفذها مسؤولون محليون في نينوى وزعماء في الميليشيات. هذه المصادر قالت بأن أكثر من 4000 قطعة أرض تم تزوير أوراق ملكيتها أو التجاوز عليها في المدينة، وأضافت بأن زعامات ميليشيا الحشد عملت على السيطرة على مقدرات الموصل من خلال تسليم أهم الدوائر الرسمية لأشخاص موالين لهم ابتداء من منصب المحافظ وحتى أقل درجة وظيفية في بلدية المدينة ودائرة التسجيل العقاري. ونشرت المصادر وثائق وكتب تشير إلى تورط مدير بلدية الموصل رضوان الشهواني الذي فسح الطريق أمام قادة الميليشيات بإجراء بحث ومسح في قسم الأملاك ليتم الاستحواذ على عدد من الأراضي السكنية بعد التجاوز عليها عبر إقامة بناء شكلي لتصبح
واقع حال. تابعت المصادر بأن تزوير الوثائق والمستندات هي آلية اعتمدها هؤلاء المسؤولين، وتتلخص بإضاعة الأولويات في دائرة التسجيل العقاري في الموصل، ثم اعتماد كتاب من بغداد حول عائدية الأرض مقابل مبلغ مالي يدفع من بغداد، وبينت بأن أسعار بعض الأراضي المستولى عليها كبير للغاية. نعم، أكو مقطع قبل ما يعني الدقيقتين الأخيرة بقت عندنا، صار في منفذ زرباطية كاميرات المراقبة كشفت عن هجوم من قبل عناصر تابعة إلى ميليشيات كانت تحاول تهريب مواد، اصطدموا مع موظفي الجمرك منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط. خلونا نشوف المقطع ونرجع نسولف عليه بدقيقة. هذا هو بالاسود اسامه زين. السبب والله الاستاذ العزيز كمل لكم بحسان طلعت الميان ويا لا شنو المشكله يعني صارت بابا طب شو حتى بالاسود ركض وياهم اي كان يجمع القوات ترى مو يمهم اي اذا صاروا هواي اي ليش ما طلعوا الصوره طبعا على سحبناها سحبناها هسه طلع نفس الشيء مو خليها هسه ما سيطر انت ما تاخذ زين السبب اللي اعتدوا عليه شنو اشكال بال لا اشرح لي هذا ده دزل القاضي ها اشرح لي شنو هذا دزل استاذ ياسين من الجو كان قاعد يمنع علي علي عنده سيارات لمبه محمله سليفون زين هو السليفون محمله حديد يعني دفن حديد دفن زين فما فيش فوها الولد عايش تديهم فوها ما فيش فوها اي اجى قام هددهم وين هددهم على اللمبه زين بعلم ابو الاستخبارات زين ابو المخابرات ابو البايس زين ما مشوا صوروا السيارة والسيارة استعملت من الرامبا رجعت اجوا الولد هنا يتفاوضون على اساس مشوا. طبعا هذا المنفذ يوم السبت الماضي راح لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي زاره وقال لك في اطار لما يعني اعلنت الحكومة بانه السيطرة على المنافذ الحدودية تحت اشراف الحكومة مباشرة، وتوعد في وقتها بانه من يخالف القوانين بأشد العقوبات. خلي نشوف هذا المقطع اللي صار والهجوم على موظفين في المنفذ ويرجع لنا خبر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.